بصوا، انا بطبعي باكل هيلثي، يعني مش باكل حاجات جانك وكده، ومش بخرف يعني في الاكل. بس طبعا اكيد خد مني مجهود في الجيم وان انا ارجع تاني. طبعا اوقات الشغل بياخدني ان انا اروح الجيم، بس بحاول على قد ما اقدر. ودي عموما اللايف ستايل بتاعتي، مش حاجة بعملها عشان انا بغني او كده. بس يعني اكيد الاحساس بالمسؤوليه زي انت ما قلت اكيد زاد شويه، بس انا طول عمري حاسه بالمسؤوليه، فمش احساس غريب عليا يعني.